السلام عليكم، مساء الخير، اهلا فيكم في فلوج الجديد. راح ان شاء الله نبدا من هنا. طبعا الان تقريبا الساعه 11 ونص، فاخذت شاورما لان والدي اليوم مسوي شاورما. وانت شلون تبغى ما تتطوف ما شاء الله؟ سويت شاهي بنعناع، والان الاسبوع اللي راح تقريبا وخلال 10 ايام اللي راحت خلصت اغلب فيديوهات قناه انس اكشن، خصوصا اللي تتكلم عن سنه الرسول، وفي فيديوهات ثانيه تتكلم مأخوذة من كتاب البدايه والنهايه. الفيديوهات متعوب عليها، طريقة المونتاج، اللقطات اللي يحطها واضح انه متعوب عليه، وهو اسلوبه ما شاء الله لا اله الا الله جدا بطل، فانصح فيها كثير. وما ادري ليش توني انتبه لها او توني ادري عنها، احس انه شيء ضاع من عمره ما دريت عنه، فجدا جدا بطله، فانصح فيها أنا كثير. بحط المكسرات والحب العلب هذا، إنه أحب يكون شكله كذا شوية مرتب. هنا حجم دولي جدا صغير، وحطت فيها منتجات ثانية. هذا علبة تشويه كبيرة، فبحط شوي يصير شوي باقي. والآن بحطهم هنا. ان شاء الله بصور لكم الكرن هذا بكره العصر عشان يكون شكله واضح اكثر. بعد الان وقت القهوه جهزت لي مكسرات، شويه حلا، انا بصب القهوه. علقت الأصيص هذا، حطيت فيه نبتات البوتس اللي جذرتها قبل، كان فيه هنا نبتتين حقت بوتس قبل، نباتات صغيرة، فنقلتها بأصيص تاكلها الكبير. فإن شاء الله يكون تجيها شمس كويسة ويصير تجذر أكثر، تطلع طويلة نفس هذه، صار تكون متدلية أكثر. فبنشوف، أنا بكره بحاجة إني أطلعها بالشمس شوي لأن كثرت من مويتها، فيمكن على الصبح بدري قبل الظهر أطلعها بس شوي بالشمس، بس عشان الموية تتبخر وما يكون عشان جذور ما تتعفن. فان شاء الله تشوفونه، علقته ما ادري ان شاء الله ما تطيح، فنشوف. الشيء الثاني اللي سويته عشان بحطه على الرف اليوم هذه، هذا بقزاز عندي سابقه، بس عبيته مويه لين ما بقي شوي عن يعني على نهايتها اللي فوق، وحطيت فيها شمعه بس عشان حراره الشمعه ما تاثر على القزاز واخاف انه ينكسر. فهذه احد الامور اللي سويتها، واحب هذا جدا. طبعا هذه شمعه شاهي عاديه، يعني ما هي شمعه الشمعه العائمه او اللي الثانيه، فجدا بسيطة وعملية، ومن أكثر الشغلات اللي ما هي مكلفة أبدا. فهذه الشغلات اللي سويتها درف، وحط الدودي برضه، فأرف بشكل عام راح أصوره بكرة عشان يكون شكله أوضح بكثير. شهر به تصفو النفوس وتطهر، كغيث به تحيا الورود وتزهر، هلال الهدى أهلا وسهلا ومرحبا بمن جاءنا بالمغفرات يبشر. إذا ما أتى شهر الصيام وجدتنا كأسراب خير بالتقى تتنور، نقوم الليالي والنهار نصومه، عسى ربنا يمحو الذنوب ويغفر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. من أهداف رمضان السنة هذه أحاول أني أذكر الله أكثر من 1000 مرة باليوم، سواء كان باستغفار، بتسبيح، بحوقلة، أو لا إله إلا الله نفس كذا يعني. فأحاول أني أستغل وقت الصباح بعد ما أخلص روتين الصباحي، اني وانا احاول انام اني اذكر اكبر عدد ممكن، فاوصل تقريبا حوالي 400 الى 600 وقت الصباح، وصار الباقي اقسمه على باقي اليوم. ليش اشتغل وقت الصباح؟ عشان ما انسى خلال اليوم اصير انشغل، فاحاول. وهذا هو شكل الرف بالنهار، ما شكله جدا مره يفتح النفس. حطيت الهلال اللي سويته السنه راحت، بس السنه دي بس حطيت على ورق ذهب،
والكتب اللي حاليا قاعد اقراها، في بعض الكتب حطيتها بس عشان يكفي بين الرفين يعني، او بين الستاند حق الكتب. من حطيت الالحه اللي راح اخذها الشهر بعض المكسرات، هنا الشموع ما تعجبني الحركه دي اكثر شيء، انا متناسقه احس انها حلو. اما اللي فوق بس حطيت بعض الشموع وما غيرت في شيء كثير. الان سوينا صدور الدجاج، بس بروح اجهز المسخن، وفي وصفه ثانيه بصدور الدجاج بس بصلصات خاصة احنا نسويها من عندنا، ويعني خضرة يعني كذا. انا حطيت بصل وثوم مع شوية زيت وملح، بقلبهم بعدين احط صدور الدجاج. حطيت دجاج مفروم، بعدين دبس رمان وسماق وشوية بهارات دجاج وقلب. بس مسخن عم بسوي الخلطة الثانية من صدور الدجاج، عبارة صدور دجاج وجزر صلصة فرنسية. سمطرة. الصوص المسخن حبيت ان احط زبادي ودبس رمان وشويه سماق. وصلت اليوم طلبيه ابراهيم القرشي، طلبت مطرين لابوي واخوي، فنشوف اذا ريحتهم كويسه ولا لا، لان ما قد جربناها من قبل. بس انا حبيت المكونات. الأول توق، جربت توق بس بريحة ثانية اللي هو عبارة عن الهيل، فاليوم جربنا بالورد المحروق فإن شاء الله يطلع كويس. والثاني عبارة عن اللي هو جرعة فرح، جربت برضو اللي بالعسل بس هذا برضو بالورد والتبات. يجي كذا، اتوقع حوالي 50 ملي. ريحته غريبة، هي احس انها تحتاج انها تتعود عليه، بس لا بأس فيها، مرة حلوة. يشبه شيء كذا محروق خشب، احنا عاد نحب ريحة الاخشاب وكذا، فجدا رهيبة. هذا الثاني، هذا ريحته مرة تجنن، مرة خرافية وفخمة. هذا العطرين اللي قبل شريته، متوقع قبل شريته قبل 6 شهور أو أكثر، ما متأكد. هذا توق بس إنه توق بالهيل، وهذا بالورد المحروق. أما هذا جدا فخم، فخم يصلح مناسبات، وما ريحته ثابتة، تقعد باليومين 3 أيام بالملابس ما شاء الله ما تطلع، فجدا رهيب. وخمسة ملي طبعا، بس أول ما تشتريهم طبعا كل عطرات إبراهيم القرشي لازم تتعود على ريحتهم، تحس إنك أول ما تشتري تصدع شوي من إن ريحته قوية، بس خلاص مع الأيام راح تتعود عليه. وهذا أول ما شريته بكذا، هذا نفسه بس إنه مسك وعسل، نفس هذا بس إنه هذا بالمسك والعسل وهذا بالورد والتباكو. هذا جدا رهيب، جدا احب ريحته بشكل مو طبيعي، فقلت ان شاء الله بخلصه وبشوف الانواع الثانيه. الظاهر في عنده نوع بالحمضيات، في نوع رابع بس امانه ما اتذكر وش مكوناته بالضبط، بس هذا جدا رهيب، راح يكون من المفضلات، احبه بشكل مو طبيعي. قل لمن ما في السماوات والارض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.